ما تفكروا بالحلول السهله لانه ما راح اجيب لكم اي نتيجه. ما في شيء فيكم تكلوه او تشربوه راح يستهدف الدهون نفس اللحظه. الشيء الوحيد راح يخليكم تضعفوا وتشوفوا نتيجه هو نظام اكل صحي مع رياضه. اللي حابب يبلش رجيم ورياضه اليوم راح اقول لكم عن اهم الخطوات اللي فيكم تتبعوها. اول خطوه بدكم تعملوها انكم ما تمشوا على نظام قاسي وتحرموا حالكم، بالعكس لازم تاكلوا اكل صحي بس تنتبهوا على الكميه. تاني خطوه هي انك تجهز وجباتك وتقسمها على طول اليوم، هيك بتكون عارفين شو بدك تاكل بالضبط، عشان بس تقرر تختار اكل انت وجوعان على الاغلب اختيارك راح يكون مش صحي. من المهم كتير انه نستبدل الكربوهيدرات البيضاء مثل الرز والمعكرونه والخبز الابيض بكربوهيدرات صحيه مثل الرز الاسمر، الشوفان والخبز الاسمر، ونستبدل الاكل المقلي بالاكل المشوي، وايضا خففوا السكر او الاحسن انكم تستبدلوه بمصدر سكر طبيعي. وهي الخطوه كتير مهمه، شيلوا كل الاكل المضر ومش صحي من بيوتكم، لانه اذا ما كان متواجد بالبيت ما راح يخطر على بالكم تاكلوه. الرجيم لحاله راح يساعدكم انكم تخسروا وزن، بس اذا بدكم تشوفوا نتائج احسن واسرع لازم تعملوا رياضه. الرياضه اللي راح تساعدكم تحرقوا دهون هي رياضه الكارديو، مثل المشي برا او الاجهزه بالجيم او تمارين الكارديو. وهلا راح فرجيكم تجارب من اشخاص انا كنت مشرف عليها، راح يعطوكم نصائح استفادوا منها من خلال تجربتهم الخاصه. الكابتن فهد كان مشرف على نظام الغذائي والرياضي. اول نصيحه انصح فيها انه هي يبتعد عن الرجيم القاسي ورجيم الحرمان. قدرت انا اصل 7 كيلو. اذا لا شهور نزلت انا اذكر انه تقريبا من 10 ل 11 كيلو. فضل النظام الغذائي والرياضي اللي اعطاني. الاشخاص اللي عندها اي مشاكل صحيه تستشير طبيبها قبل تبلش اي نظام غذائي او رياضي. الخلاصة هي بدك تنظم أكلك، تتمرن وتعيد هالشي مرة بعد مرة بعد مرة لحتى يصير جزء من حياتك.